كثير اجاني سؤال كيف اخلي القطط تبطل تعضني، او انا بلعب معه القط بعضني او بعضني من رجلي، شو هي الاسباب اللي بتخلي القط يعض وكيف نوقف هالإشي؟ يا جماعة بدنا نتفق ان القطط نفس الاطفال، انت شو ما بتعلمها بضل هالإشي مترسخ بعقلها، فاذا انت معودها على لعب العض فهذا الإشي بدك تتقبله حتى لما تكبر. وبدنا نفرق انه في عض عن لعب ومحبة وفي عض عن عدائية او دفاع عن النفس. اول شيء بدكم تكونوا عارفين ان القط من عمر 4 شهور ل 5 شهور تقريبا بكون قاعد يبدل اسنانه، فبحتاج لإشي يعض فيه. فاذا كان يعض ايدك او شيء زي هيك فتقبل الموضوع، او الحل انك تجيب له العاب، تجيب له العاب اللي هي عبارة عن عضادات عشان يعضها ويتخلص من وجعه. طيب القط عندك كبير وقاعد يعضك، شو الاسباب وانت بتلعب معه؟ يا جماعة دائما ركزوا لما تلعب مع القط لا تحط ايدك ناحية وجهه، انت هيك بتحفزه انه يعضه، هو بفكر هالاشي طبعا عن لعب. فانتوا دائما تعودوا اذا قطتكم قاعدة تعضكم وتخرمشكم لا تلعبوا معها بالايد، كل هذا سببه انه انت بتلعب مع قطك بالايد. اللعب بالايد بحفز القط انه يعض بشكل اكبر، وكمان لما قطك يكون على الارض وتفرك له بطنه بشكل سريع كمان هذا الاشي بحفزه انه يعضك، وكل هذا عن لعب. الحل اذا بدك توقف هالاشي ما تلعب مع قطك بالايد بالمره، دائما استبدل اللعب بالايد بالعاب القطط، نفس العصاية اللي بيكون فيها شراشيب او الكرات الصغيره او الالعاب المخصصه للقطط اللي كلكم بتشوفوها بمحلات القطط، وبهالطريقه باذن الله راح يوقف عن العض. ولا تنسى المتابعه على الانستغرام وعلى اليوتيوب. سلام.